كثير في هذه الإثارة التي يشهد هذا الميدان. ينطلق على البركة شوط جديد والتواصل مستمر مع زملائنا المعلقين فريق التعليق هنا في هذا الميدان، ميدان المرموم. شكرا ابو فهد. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل انطلاقات اشواط صباحي هذا اليوم بالاثارة والحماس القوي والجميل. الشوط الخامس انطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته، ليحمل في طياته كذلك سن اللقاية لبكار المحليات الأصايل التي تتواصل في مسافة الخمسة كيلو مترات في هذا المسار وهذا اللقاء الشيق والجميل ضمن فعاليات مهرجان ولي عهد دبي في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. اليوم الثالث على التوالي في أرضية هذا الميدان، نسير مباشرة ونبحر في عمق الميدان مع المراكز الأولى تتقدم وتتصدر المجموعة وتقود مساري هذا الشوط بجدارة. هذه هملولة، هملولة سعيد بن راشد بن دغيش تتواجد بالمركز الأول وتسيطر على المركز الأول على المقدمة، بينما المركز الثاني ثاني المراكز اشوف الانطلاق واشوف التحديات على ثاني المراكز وهذا سالم بن مانع الغويص السويدي، بينما المركز الثالث ثالث المراكز شوف التدخل وشوف الأسماء والشعارات وهذه تواجدت نجمه 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 أحياب بن وافي بن علي بن موفي الدوسري، أحياب بن موفي الدوسري ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع هذه تواجدت غازية مبارك بن عود بن حمد بن عود العامري يتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذه تواجدت طرب خليفة بن حسن بن عبد الله بن غليطي يتقدم على المركز الخامس. أما المركز السادس فبنلقى مشاهدي العزاء سلهود لحمد بن شطيط الوهيبي في المركز السادس. المركز السابع هذه اللي وصلت ضمى تتقدم مشاهدي العزاء لمحمد بن مهير بالصايق المزروعي يقدم ضمى. المركز الثامن ثامن المراكز هذه الشاهينية تتواجد لعبد الله بن ثعيل بن الهايري، والمركز التاسع شوف مصيحة ليمع بن مبارك بن مغير الخيالي، والمركز العاشر هذه خطيرة لعبد الله بن حمد والدليل بن الويع العامري. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في شوط الإنتاج والمنتجين. بعد الجولة الأولى بدأت الجولة الثانية بالمحليات البكار اللقاية في شوطنا الخامس مع الإنتاج والمنتجين. سيارة هذا الشوط وناموس وزعفران أمنية الجميع، أمنية الجميع النقطة في مهرجان ولي عهد دبي للهجنة العربية الأصيلة في المرموم. نسير ونعود إلى المركز الأول اللي سيطرت واللي قادت الشوط، قادت الشوط من بدايته، وهذه عبارة، عبارة تأتي بالمركز الأول. عباير 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 سالم بن مانع الغويص يقدم عباير على المركز الأول مسيطرة على مقدمة الشوط، بينما ننتقل من عباير إلى الشاهينية. في المركز الثاني عبد الله بن ثعيل بن الهايري يقدم الشاهينية، أما المركز الثالث فتواجدت في مشاهدي العزاء اللي هي عون تعود ملكيتها لمحمد بن الشرقي العفاري، تقدمت في هذه اللحظات وصلت طرب ترقص طرب ما شاء الله. خليفة بن حسن بن غليط يتقدم على المركز الرابع، أما المركز الخامس أشوف اللي وصلت مزون فيصل بن طالب بن شريم المري يقدم لنا مزون يقدم، وهناك سلهودة لحمد بن شطيط بن سالم الوهيبي على
المركز السادس وصل شعار بن قحيد، وصلت فن، يتفنن حمدان بن محمد بن قحيد المهيري، يقدم فن وسالم بن حاذا والألف وميتين ولوحة الإعلان وكل الأسماء قادمة. 1200 يا الغويص، عباير دمها ثاير، عباير انطلقت مع المركز الأول حتى هذه اللحظات. سالم بن مانع الغويص مسيطر، فن 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 تاتي فن، وحمدان بن محمد بن قحيد المهيري يقدم لنا الفن. الفن في الشوط جميل، وصلت الشاهينية، عادت الشاهينية، عاد عبد الله بن ثعلب الهايري، عادوا أهالي الهباب، انطلقوا على المركز الثالث. شوف المركز الرابع اللي وصلت له مشاهدي العزاء، مقنعة مقنعة، سالم بن عبد الله بن مطر بن حاذا الكتبي يقدم مقنعة. الله يا الشوط، الله يا الشوط، الله يا الأسماء، متقاربة. شوف 97، شوف الشاهينية اللي وصلت، يابر بن سلطان الخيالي، يا مرحبا يا الخيالي، ولكن أهالي زعبيل راحوا بالفن، راحوا بفن الشوط. حمدان بن محمد بن قحيد المهيري يتقدم مع فن، يتفنن في مسار الشوط، راحت بالمركز الأول. ما شاء الله على هذا الأداء اللي تقدمه، فن فن جميل في الميدان مع فن. حمدان بن محمد بن قحيد المهيري يتقدم بالمركز الأول، يروح خلاص. السلامات لهالي زعبيل، سلام زعبيل، سلام على فوزي فن، على تقديم الفن الجميل في هذا الصباح. حمدان بن محمد بن قحيد المهيري، تهانينا له، لحظات الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني. الشاهينية، يابر بن سلطان الخيالي وصلت في المركز الثاني. المركز الثالث مقنع سالم بن مطر بن حاذه الكتبي، والمركز الرابع، المركز الرابع هذه اللي وصلت مشاهدي العزاء هملولة، هملولة وصلت في هذه محمد بن مسلم بن حمرور العامري اللي وصلت في هذه اللحظات. المركز الرابع، الخامسة عباير سالم بن مانع الغويص في المركز الخامس. هذه الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية، وهذه اللي فازت في هذا الشوط وقدمت السلامات لأهالي زعبيل في هذا الصباح. فن من تفنن بن قحيد في مسار الشوط، قدمت توقيت زمني 7:29 وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا حمدان بن محمد بن قحيد المهيري على هذا الفوز والناموس. سلام زعبيل، سلام. المركز الثاني 7:30 ثلاثة أجزاء من الثانية. هذه الشاهينية ليابر بن سلطان الخيالي قدمت كذلك أداء جميل وانطلاق رائع في هذا الشوط. المركز الثالث 7:31 من الثانية مشاهدي العزاء، اللي هي مقنعة لسالم بن مطر بن حاذة الكتبي. هكذا كانت النتيجة مصحوبة بالتوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز لجميع الفائزين.